هدف محمد قاسم ليس في هذه المباراة فقط، بل المباريات السابقة اللاعب قاعد يفرض نفسه واضح جدا، بدون 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 بهرجة وبدون دعم وبدون غيرها. انا اقول يا كاساس هذا محمد قاسم وهذا مستواه. اعطيني هدف حسين، هذا مستوى اللي قاعد يقدمه بالدوري. يعني احنا اذا نريد نجمع لك اهدافه ومستوياته ما شاء الله متألق اللاعب. يعني فاللاعب متواجد فعلا اساسا بالمنتخب الوطني قبل سنوات، وعلى انا اللي اتذكر مباراه افتتاح كاس الخليج 24 بالدوحه مكن من تسجيل هدفين وقادنا للفوز على المنتخب القطري على ارضه وبين جمهوره 2-0. وهذا الموسم وحتى الموسم الماضي محمد قاسم يقدم افضل المستويات. فما اعرف يا كابتن بسام، هل حان الوقت الان لكي يقطف كاساس الثمار من محمد قاسم؟ حسن. مو العكس هم. هو موسم استثنائي لمحمد قاسم، موسم لا. على مستوى المهاري جاي يعمل فاصل مهاري رائع كل مباراة، عن طريق حركته وعن طريق نقله للكرة واللمسة الأخيرة اللي حاضر عنده وصناعة اللعب وأيضا الضغط على حامل الكرة. كان يعاب على محمد قاسم ربما بعض الحالات المزاجية أو الدفاع الفردي، لكن اليوم محمد قاسم بصراحة نضج بشكل كبير. محمد قاسم اليوم احنا يعني أعطى الرهان بأنه هو الأفضل اليوم بالدوري على مستوى صناعة اللعب وعلى مستوى جودة المهارة. أنا أتمنى فعلا اليوم من كاساس أن يلتفت لهذا اللاعب، يستفاد من عنده، يستثمره. هو أنا كابتن، حتى قبل أن أنتقل لكابتن عباس وأختم وياه، رسالتك أنت لكاساس بخصوص هذا اللاعب ونحن على أعتاب المشاركة في خليجي 26 بالكويت وكل لاعبين ما راح يجون، نعم أنديتهم ما تسمح، فرسالتك لكاساس باختصار. أنا رهاني على محمد قاسم، هو سيكون نقول إحنا العامل النجاح أو تفوق المنتخب العراقي سيكون عبر بوابة محمد قاسم. اليوم ريمونتادة المنتخب العراقي في الخليج ستكون عن عبر بوابة محمد قاسم، فلا نضيع جهد هذا اللاعب ولا جهد المدربين اللي عملوا وياه ولا جهد زملائه ولا جهدنا احنا.